بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. عقد هذا الحديث هذا الباب لبيان فضل من اشتغل بالعلم تعلما وتعليما، فالتعلم أدنى الدرجات والتعليم أسماها، وبينهما درجتان وهما فهمه واستيعابه ثم العمل به بخاصة نفسه، وذكر الحدين والطرفين شامل لما بينهما. ولذلك يقول الأصوليون: إنما جاءت دلالة القرآن على حرمة مصافحة الأجنبيات مأخوذة من دلالة الطرفين، فإن الله سبحانه وتعالى حرم أشد خلطة بين الأجانب وهي خلطة الفروج، وأخف خلطة بين الأجانب وهي خلطة النظر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه أضعف خلطة، ويحفظوا فروجهم، هذه أقوى خلطة. فإذا حرم الحدان دل ذلك على حرمة ما بينهما، فيكون هذا من باب مفهوم الموافقة. ولذلك عقده هذين الحدين، وهذا كثير، هذا الأسلوب أسلوب قرآني يكثر في القرآن، أن تكون الحقيقة ذات أجزاء فيذكر طرفاها للدلالة على ما بينهما، كقول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فالصلاة فيها أربعة أوضاع: القيام والركوع والجلوس والسجود. فأعلاها من ناحية الاغتصاب هو القيام، وأخفضها هو السجود، فذكر الحدين شامل لما بينهما. ولذلك قال: باب فضل من علم وعلم. وقد جاء هذا الفضل مقيدا وجاء مطلقا، فجاء مقيدا بفضل من علم وعلم القرآن، وفيه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في فضل من علم أمته ثم أعتقها وتزوجها، وسيأتينا في حديث عامر الشعبي رحمه الله. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري الذي أورده البخاري هنا عاما يشمل كل تعلم وكل تعليم، فقال عن أبي موسى رضي الله عنه: أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري من الأشعريين من أهل اليمن، وقد جاء مهاجرا في العام السابع من الهجرة، وشهد فتح خيبر، وذلك أول غزوة شهدها مع الأشعريين، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من كبار قراء أصحابه، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قد سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد في الليل، فسأل عائشة من هذا، فقالت: عبد الله بن قيس، فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فلما أصبح أتاه فأخبره، فقال: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه أو فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للناس من ناحية الاشتغال بالعلم، وهم في ذلك ثلاثة أقسام: من تعلم فأحرز العمل لنفسه والنجاة والاستقامة ونفع غيره، أوصل هذا العلم إلى غيره فحفظه على الناس وأوصله إليهم، ومن تعلم فأحرز النجاة لنفسه فعمل بما تعلم ولم يستطع تجاوز ذلك، ومن أعرض فلم يتعلم أصلا. فإذا الأنواع ثلاثة:
من علم وعلم، ومن علم ولم يعلم، ومن لم يعلم أصلاً.